بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى ولادة الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف. رزقنا الله وإياكم أن نكون من أنصاره ومن شيعته ومن المستشهدين بين يديه. لا يزال الكلام حول كيفية خدمة الإمام سلام الله عليه في زمن الظهور المبارك، وكيف يمكن للإنسان المؤمن أن يكون خادماً للإمام سلام الله عليه عند ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنتناول واحدة من هذه الطرق، ألا وهي القتال مع الإمام سلام الله عليه، نصرته بالسيف. هذه قد تكون من إحدى أبرز وأجلى مصاديق خدمة الإمام سلام الله عليه. الإنسان الذي يدعي بأنه مستعد بأن يكون خادماً للإمام عند ظهوره، هذه واحدة من أبرز الطرق لبيان إظهار حقيقة هذا الكلام، بأن تكون مستعداً لكي تنصر الإمام سلام الله عليه بالسيف وأن تقاتل معه في صفوفه. لاحظوا، هناك إشارات عديدة وردت في الأدعية المباركة وكذلك في الروايات الشريفة تبين هذا الأمر، بأن الإنسان المؤمن يجب أن يكون مستعداً على نصرة الإمام سلام الله عليه عند قيامه والاشتراك معه في الحروب التي سوف يخوضها سلام الله عليه. هذه الرواية الأولى التي وردت عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام وقد ذكر القائم عليه السلام، أو وقد ذكر القائم عليه السلام، فقلت إني لأرجو أن يكون أمره في سهولة، يعني يكون أمر ظهور الإمام سلام الله عليه وأن يملأ هذه الأرض قسطاً وعدلاً، أرجو أن يكون هذا الأمر بسهولة لا يأخذ وقتاً ولا يأخذ جهداً من الإمام. لاحظ الإمام الصادق عليه السلام كيف أجابه، فقال: لا يكون ذلك، يعني الأمر لا يستقيم لا يظهر على الأرض كلها حتى تمسح العلق والعرق. أشار إلى حقيقتين، الحقيقة الأولى هي العلق، وهي إشارة ومأخوذة في كتب اللغة تأتي بمعنى الدم الغليظ المتخثر، هذا يسمى بالعلق. الإمام الصادق عليه السلام يقول أمر الإمام لا يكون حتى تمسح العلق والعرق، فإذا العلق إشارة على القتال وإشارة على بذل الدماء، بذل الأنفس في سبيل الإمام، وكذلك الأمر الثاني قال والعرق إشارة على الجهد والمشقة. فالإنسان لا يعتقد بأنه عندما يظهر الإمام سلام الله عليه سوف تكون هذه الأمور بسهولة، وأنه سوف أن الإمام سوف يأتي ويستخدم الأساليب الإعجازية في نشر دينه وفي ملء هذه الأرض قسطاً وعدلاً. نعم، الإمام سوف يستخدم في بعض الأحيان، في بعض الأماكن، في بعض الأزمنة يستخدم الأساليب الإعجازية، ولكن هذا الأمر لا يكون إلا باستخدام الأسباب الطبيعية. لذلك الإمام الصادق عليه السلام أشار إلى هذه الحقيقة، بأن الإنسان المؤمن الحقيقي الذي يدعي بأنه من أصحاب الإمام سلام الله عليه، أو هو مستعد لكي يبذل نفسه ويدعو بأن يكون من المستشهدين بين يدي الإمام في زمن الظهور، لا يعتقد بأن هذا الأمر سوف يكون بسهولة، يحتاج إلى بذل للدماء ويحتاج إلى بذل للجهد. هذا الأمر أيضا وردت الإشارة إليه في زيارة عاشوراء. نحن نقرأ دائما هذه الزيارة المباركة، قد يكون في بعض الأحيان أو عند بعض الأشخاص في كل يوم مواظب على قراءة هذه الزيارة المباركة، وما في ذلك من آثار عجيبة على الإنسان في حياته في الدنيا وكذلك في الآخرة. هذه العبارة دائما نكررها: وأن يرزقني طلب ثاري مع
مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. إذن طلبوا الثأر، طلبوا ثأر الإمام الحسين سلام الله عليه، الطلب بثأر أهل البيت سلام الله عليهم لا يكون بالأسباب الغيبية، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى مزيد من البذل من الإنسان، أن يوطن نفسه على القتال مع الإمام سلام الله عليه، أن يكون من أحد جنوده عند ظهوره المبارك سلام الله عليه وعجل الله فرجه الشريف. فإذا هذه من إحدى طرق خدمة الإمام، أن توطن نفسك على نصرته في حال ظهوره، في زمن ظهوره أن تكون مستعداً على نصره بالسيف، أن تكون من الذين يستعدون للقتال معه. هذا الأمر أيضاً وردت الإشارة إليه في دعاء العهد، والذي يستحب على كل إنسان مؤمن أن يقرأ هذا الدعاء المبارك بعد صلاة الصبح في كل يوم، يستحب له أن يقرأ هذا الدعاء، وإذا واظب عليه لمدة 40 صباحاً كان من الأشخاص الذين يكونون من أنصار الإمام في زمن الظهور المبارك. هذه العبارة وردت في دعاء العهد، يقول الداعي: اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، قناتي يعني بمعنى الرمح، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. هكذا المؤمن كل يوم يلقن نفسه هذه العبارات، يوطن نفسه على هذا الأمر، يجعل نفسه هذا من نوع من الإيحاء الإلهام، هذه كلها تبقى مخزونة في العقل الباطن للإنسان. الإنسان إذا أراد أن يتربى على شيء أو أن يكون محافظا على شيء، هذا التكرار خير أمر لهذا الأمر، خير وسيلة لهذا الحفظ في الإنسان، أن يكون الإنسان مواظب على هذا الأمر. كيف يكون مواظبا على قراءة هذا الدعاء؟ هذا الدعاء في كل يوم عندما يقرأه فيها هذه العبارات: اللهم اجعلني عندما أخرج من قبري في زمن الظهور المبارك، اجعلني خارجا بهذه الطريقة، بهذه الكيفية: أولا مؤتزرا كفني، ثانيا شاهرا سيفي، ثالثا مجردا قناتي. هذه كلها إشارات على أن الإنسان المؤمن يجب عليه أن يكون مستعدا لنصرة الإمام سلام الله عليه في زمن الظهور المبارك، حتى يكون من الذين ينطبق عليهم وصف الإمام الصادق عليه السلام: ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. كذلك تجدون وردت الإشارة أيضا في كلام الإمام الصادق عليه السلام إلى هذه النقطة، يقول: إذا قام، يعني القائم سلام الله عليه، أتي المؤمن في قبره، أو أتى المؤمن في قبره، يعني الملائكة أو الملك، أو أتت الملائكة إلى المؤمن في قبره وهو ميت، فيقال له: يا هذا، إنه قد ظهر صاحبك، فإن تشأ أن تلحق به فالحق، وإن تشأ أن تقيم في كرامة ربك فأقم. هذا خطاب يأتي للإنسان المؤمن وهو في قبره: يا هذا، يا فلان ابن فلان، صاحبك قد ظهر، قد جاء أمر صاحبك، قد ظهر صاحبك، فأنت مخير، إما أن تريد أن تخرج من قبرك وأن تنصر إمام زمانك، تنصر صاحبك، أو أن تبقى في قبرك وأنت في كرامة ربك. هذه طبعا المؤمن مخير، ولكن حسب ما يبدو من الروايات الشريفة وحسب ما يبدو من سيرة المؤمنين، بأن المؤمن إذا كان خالصاً في دعواه في زمن الغيبة على أن يكون من أنصار الإمام في زمن الظهور، لا أعتقد بأنه سوف يختار أن يبقى في قبره وهو يرى ويعلم بأن إمامه قد ظهر. هذه قد تكون بعيدة من الإنسان المؤمن الموالي الحقيقي الذي يكون صادقاً في دعواه بأنه: يا إلهي، اجعلنا من أنصار الإمام، من الذابين عن الإمام، من المستشهدين بين يدي الإمام. المؤمن يتمنى بأن يحظى بنظرة من الإمام سلام الله عليه، فكيف به وقد أدرك زمن الظهور؟ فإذا هذا التخيير قد يكون الجواب فيه واضحا، قد يكون المؤمن الحقيقي الخالص
المخلص في دعواه يختار أن يخرج من قبره ويظهر بهذه الصورة التي بيناها في دعاء الأحد، يخرج مؤتزرا كفنه، شاهرا سيفه، مجردا قناته، ويلبي دعوة الإمام سلام الله عليه في نصرته. ولكن الذي فيه شيء من الشك أو شيء من عدم الاستعداد يبقى ويختار أن يبقى في هذا المكان أو يبقى في قبره إلى حين حلول يوم القيامة. أيضا نجد بأنه وردت الإشارة في الأدعية المباركة إلى أن الإنسان المؤمن يجب عليه أن يدعو بهذا الدعاء في زمن الغيبة، يقول: اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه إله الحق رب العالمين. هذه من الأدعية التي يجب على الإنسان المؤمن أن يكررها في زمن الغيبة، يجعله من أنصاره ويجعله من أعوانه ويجعله الأمر الثالث من الذابين عنه، وهي إشارة على الدفاع المادي، على القتال مع الإمام، على أن يكون الإنسان مستعدا في أن يبذل نفسه تجاه الإمام سلام الله عليه أو لأجل الإمام سلام الله عليه. لهذا نجد بأن الإمام الصادق عليه السلام أيضا بيّن بأنه أصحاب المهدي عجل الله فرجه الشريف تكون فيهم هذه الخصلة وهذه الصفة، يقول بأنهم يتمنون أن يقتلوا في سبيل الله. أصحاب المهدي الحقيقيين هكذا يكون حقيقتهم وهكذا تكون نفوسهم، يتمنون أن يستشهدوا وأن يقتلوا في سبيل الله. فإذا هذه إشارة وتعليم وحث للمؤمنين بأنك أيها المؤمن الموالي الذي تدعي بأن يعجل الله سبحانه وتعالى في فرج إمام الزمان وأن يجعلك من الذين يستشهدون بين يديه وأن تنال الشهادة في سبيل الله في زمن الظهور، اعلم بأن هذا التمني وهذه النية تحتاج إلى تطبيق عملي في زمن الظهور، وإن شاء الله تعالى نوفق وندرك زمن الظهور المبارك ونلبي دعوة الإمام سلام الله عليه في نصرته وفي القتال معه وفي الذب عنه وفي دفع الشر عنه، حتى نكون من أنصاره الحقيقيين ومن الذين ينطبق عليهم قول الإمام الصادق عليه السلام: ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. جعلنا الله وإياكم من أنصار الإمام عجل الله فرجه الشريف في زمن الغيبة وكذلك في زمن الظهور، وأن يحشرنا معه إن شاء الله تعالى في الآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.